on a commencé un match comme il fallait, avec surtout un groupe déterminé. On est venu ici pour, bien sûr, gagner ce match. On a commencé notre match comme il fallait, donc on a maîtrisé en termes de conservation. La première mi-temps, c'était bien évidemment en notre faveur. On a créé pas mal d'occasions. Et puis, l'événement qui a pratiquement tout bouleversé après avoir marqué le premier but, c'est bien évidemment cette mauvaise appréciation, malheureusement, de l'arbitre. Tout d'abord, sur le premier coup, où le joueur concerné, le joueur en question, qui a retardé et qui méritait à la rigueur le carton jaune, c'est le numéro 5. Eh bien, monsieur l'arbitre, je ne sais pas comment il a vu, il a octroyé un deuxième carton jaune à un joueur qui n'était même pas impliqué dans l'action, ni avec la balle, ni rien du tout. Ça nous a coûté un carton rouge. Donc, on était amoindri. L'équipe a été repositionnée défensivement en bloc moyen et bloc bas. On a pu encore maîtriser le jeu, mais sur un contact que, encore une fois, notre cher arbitre, il a apprécié que c'était un coup dur. Il a multiplié, ou plutôt il a donné un deuxième carton rouge qui a complètement faussé la nature de jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que avant cette action-là, il y avait au moins deux autres actions similaires où il y avait les mêmes contacts de la part de l'équipe adverse, mais il a fait en sorte de ne pas les avoir. Cela étant dit, je reconnais que notre équipe, à la fin, on n'a pas su maîtriser surtout notre comportement qui nous a coûté bien évidemment un deuxième but. On félicite l'équipe adverse pour sa victoire, ça c'est clair, mais ce qui nous reste un petit peu amer, c'est que ce match-là, on l'a maîtrisé dans une grande partie, par le jeu et par le résultat. Et en fin de compte, on sort avec une défaite. Bien évidemment, ça fait mal, mais c'est un premier match. Et certainement, le reste du parcours, on aura d'autres choses à dire. صحيح votre remarque elle est صحيحه عندك الحق لكن الاكيد هو الشوط الاول على الاقل على مستوى الفرص فريقنا كان هو فاعل رقم 8 علي البريغي كانت كره على القائم لكن النرفزه صحيح كان عندها سبب اللي تخير خلت نهايه المباراه ما كانش ولا بد تبقى نذكرك اللي قلنا احنا السباقين على مستوى التسجيل وكذلك على مستوى الاداء هذا ما ينقش من استحقاق الكوكب مراكشي لكن الهزيمه اللي شارك فيها اليوم درجه كبيره في تقديري هو الاخطاء التقديريه للسيد الحكم لا ما نوافقكش ماهوش صحيح على خاطر statistiquement parlant on a maîtrisé le jeu كوكب المراكشي اللي عمله هو كونه استغل كما يجب النقص العددي نتاع الفريق نتاعنا لما كنا تلعب بثمانيه لاعبين امام 10 لاعبين بالطبع مهما يكونوا النصائح التكتيكيه والتموقع الدفاعي الاخطاء تنجم تصير بحكم التفوق العددي نتاع الفريق المنافس لكن في تقديري المتواضع الاسبقيه كانت للنجم على الاقل في ثلاثه ارباع نتاع المباراه الربع الاخير اللي صارت فيه الاخطاء من طرفنا طبعا لانه نتحمل مسؤوليتنا في الجانب هذايا بحكم كان من الافضل والاجدر انه نتحكموا اكثر في الاعصاب نتاعنا في ظل الاخطاء نتاع الحكم هي اللي بجزء كبير خلتنا نرتكب الاخطاء وننهزم بزوز اهداف مقابل هدف لكن سمعتي مليح في تحليلي ما مسحتش الاخطاء في الحكم قلت جزء كبير من الخساره نتاع اليوم يتحمل مسؤوليتها الحكم لانه بكل كان واضح وجلي اولا فما الهدف مسبوق بعمليه تسلل لكن قلت اللي جزء من النتيجه نتحملوها بحكم انه ما عرفناش كيفاش نتحكموا في اعصابنا في الجزء او في الثلث الاخير المباراه وين كانت عندنا ورقه حمراء اولى
وخاصة بعد يعني عدم التحكم في الأعصاب وتحصلنا على ورقة حمراء ثانية. ما قلتش اللي الحكم هو مسؤول 100% على الخسارة نتاعنا، دائما الفريق يتحمل مسؤوليته على مستوى النتيجة، لكن قلت ونعاود نأكد اللي لو الحكم لم يقم بأخطاء مصير المباراة ما كانش يكون بالدرجة هذه. فوالا دونك مي الأكيد هو كوننا في ظل الأخطاء هذه كان من المفروض أنه نتحكم في أعصابنا ونسير المباراة بأكثر عقلانية. سيفريك رأيك صحيح، بتاتر فما عملية ضرب الجزاء، ولو أنه مش واضح يزم شوف صورة واحد باش نجم يزيد يأكد الـ وهذه مرة أخرى أنت تثبت الأخطاء التقديرية أنت الحكم في الاتجاهين. أنا هذا اللي حبيت نقوله، سيكو الحكم اليوم ما كانش إكيليبري جملة، وحتى على مستوى عملية الهدف المراقب الخط لم ممشيش للسونتر وقعد واقف في مكانه إلا أنه ارتأى الحكم كونه يأكد عملية الهدف. لكن باش نكون واضح معاك، ما نلزمش نتخبو وراء الأخطاء التحكيمية. أنا قلت ونعاود نأكد اللي الشوط الثاني ارتكبنا أخطاء على مستوى التركيز وخاصة الرصانة باش نجمو نخرجوا بنقاط المباراة. بقى c'est pas la fin du monde. Je sais que c'est un premier match au niveau des poules. وتأكدوا اللي كون إن شاء الله في المباريات الجاية المباريات ستكون بشكل آخر وبأداء آخر. وبالمناسبة نشكر الفريق كوكب مراكشي على رحابة صدره، خاصة على الاستقبال الجيد في التنقل تاعنا ذي. باش نحاول، شكرا. نحاول نعطيك صورة ربما مدقة فيما يخص مردودنا احنا كوكب مراكش، فما شكون ان شاء الله يحكي عليه لانه عنده ممرن. لكن اللي نحب نقوله هو كون الفريق نتاعنا درسنا قبل ما نبداو المباراة الفريق المنافس امكانياته الهجومية والدفاعية. كان لاحظت شي بدينا المباراة استعملنا اكثر الاعتماد على التمريرات السهلة بلمسة ولمستين والانتقال نحو وضعية هجومية فيها كثافة عددية. كنا مركزين اكثر على ديغو على مستوى محور الدفاع اون ليتيليزي كوم ابوي، ويكون النجاز من جهه يمنى اللي هو المدافع الايمن، وكذلك الجهه المخالفه اللي فيها حمزه الاحمر كانوا يعتمدوا طلب الكره في الفضاءات، مما خلانا نخلق اولا سيطره في شطر في نصف ميدان المنافس، ثم نؤكدها من خلال فرص جابت واحده منهم ضربه الجزاء عن طريق ديغو. الفريق المنافس كانت عنده إمكانيات فنية لا بأس بها، خاصة فردية هذا اللي شفته في الميدان، لكن حاولنا أو استغلينا كما يجب الفضاءات ما بين الخطوط لأنه كانوا يستعملوا أكثر الجانب الفردي. تبقى في الشوط الثاني كان فما منهج واحد آخر، خاصة بعد زوز ورقات حمراء كنا مجبرين أن نكون موجودين في منطقة متأخرة كتلة دفاعية. الحقيقة بثمانية لاعبين كنا على الأقل متوقعين سالمين، لكن على إثر توزيع على الجهة اليسرى للدفاع تاعنا وين ما أحذقناش الضغط على حامل الكرة حتى ما يتمكنش من التوزيع. طبعا في المحور ما كناش متموقعين كما يجب، واللاعب ظهر لي رقم 27 اللاعب كوكب مراكشي على ما أظن تمكن على إثر قفزة رأسية من تسجيل الهدف الثاني، وهذاك هو اللي خلانا نوعا ما في عملية. لكن attention si vous avez bien remarqué on n'a pas jeté l'éponge، وصلنا وكانت لنا زوز كرة ثابتة رأسية. مع الأسف اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني صدام بن عزيزة لم يتمكن من رغم أنه خذا الكرة الزوز هذوما من وضعهم في الشباك حتى على الأقل نعدل النتيجة. إجمالا الشوط الثاني رديء بالنسبة لي نحن في الشطر نتاعو الثاني، نقصد في الفريق تاعنا، لكن فيما تبقى من المباراة قمنا بالواجب ولكن خرجنا بالهزيمة. يجب أن نقبل هذه النتيجة، ما عندناش حتى حل آخر، ثم ننصرف للعمل والتحضير لأنه عندنا بعد 15 تقريب 15 يوم يوم 29 عندنا مباراة ثانية مع صاحب الريادة في البطولة المغربية. شكرا.